مرة ما لا ينضم إلينا مسؤول الإعلام والتعبئة في مفوضية حركة فتح عبد الفتاح دولة. السيد عبد الفتاح، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. اليوم بعد الإعلان عن رئاسة توني بلير لفريق للإخلاء الطوعي للفلسطينيين من غزة، هل ترون بأن سيناريو التهجير للفلسطينيين بات أقرب من أي وقت مضى؟ يعني بعد التحية لك وللمشاهدين، نتمنى أن لا يكون أقرب، لكن المتابع لهذا السيناريو منذ الأسبوع الأول للعدوان على قطاع غزة تكشفت أوراق هذا المشروع، وكان مشروعا رسميا صدر عن وزارة استخبارات الاحتلال، وبالتالي كان مبني على خطة وعلى خطوات شاملة وكاملة، وكان الهدف منها هو تهجير الشعب الفلسطيني. وكان روح هذا المشروع أننا في الوقت المناسب الذي من الممكن أن نستغله اليوم لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالي هم وضعوا هذا السيناريو وبدأوا بتنفيذه خطوة بخطوة. الخطوة الأولى كانت تحت وطأة المجازر والاستهداف للمدنيين وتدمير البيوت، هو دفع الشعب الفلسطيني من الهجرة والنزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة، وكان الهدف تكديس كل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الجنوب، إلى أن تأتي المرحلة الثانية ويدخل الاحتلال إلى القطاع ويحتل ويسيطر على غالب مناطق القطاع، ومن ثم المرحلة الثالثة التي تأتي بدفع النازحين من الجنوب تحت وطأة المجازر والحالات الإنسانية إلى سيناء، ومن ثم عمل منطقة عازلة وعدم السماح بعودتهم وتوزيعهم على الدول متعددة، وذكروا حينها مجموعة من الدول وأعدوا لذلك أيضا موازنات مالية وخطة كاملة. وبالتالي من تتبع هذه الخطوات لحظة بلحظة يدرك أن هذا المخطط لا يزال حتى اللحظة ماثلا أمام هذه الحكومة المجرمة التي تضع أمام عينها أن أحد أهم أهداف هذه الحرب على الشعب الفلسطيني هي التهجير وليس أي سبب ثاني معلن. نعم سيد عبد الفتاح، دعني فقط أشير بأن نقلا عن الشرق الأوسط فإن مكتب توني بلير كان نفى هذه المعلومات وقال لم يجد تواصل معه مع الإذاعة الإسرائيلية للتوضيح أو الحديث عن هذه النقطة تماما، ولكن في كل الأحوال لا نتحدث فقط عن أسماء للأشخاص وإنما عن جهاز، عن فريق عمل للإخلاء الطوعي للفلسطينيين. ربما هناك من يقول إنها فقط لعمليات إجلاء طوعي أو إبعاد طوعي أو نقل طوعي للفلسطينيين، لماذا كل هذا الانزعاج من أفراد ربما أرادوا خروج من غزة؟ تابعت أنا نفي توني بلير لما تردد، ومن تحدث عن توني بلير هو الإعلام الاحتلال، وهو كان هنا نعم، وهم من قالوا أنه سيترأس هذه لجنة العمل، ونحن نتعامل بريبة مع الموقف البريطاني. يعني توني بلير برجعنا مباشرة لوعد بلفور، وهذا الوعد من لا يملكون أعطوا حقا لمن لا يستحقون في وطن قومي لليهود، على أنقاض وجماجم وبيوت الشعب الفلسطيني التي دمرت في النكبة في العام 48 بتسهيل من الحكومة البريطانية التي مدت المجموعات والجماعات الصهيونية المتطرفة بالسلاح وسهلت لهم كل عملية السيطرة والمجازر التي حدثت. ولذلك من المهم أن تنتبه بريطانيا جيدا لما نقله الإعلام الإسرائيلي، وأن تتحدث مع توني بلير وأن توقف هكذا جريمة وهذا شكل من أشكال العدوان الجديد. ولكن على ما يبدو الخارجية الفلسطينية تتعامل بجدية مع هذه المعلومات حتى قبل نفي توني بلير. نتعامل بجدية نعم، على ما يبدو لها معلومات أيضا حول هذا الفريق وحول من يرأس الفريق، لأننا مدركون تماما فلسطينيا أن هذا الاحتلال يعمل بكل قدراته وبكل ما يستطيع من عدوان على الشعب الفلسطيني للدفع باتجاه الهجرة القسرية للشعب الفلسطيني. هذه أولوية. نعم هم أعلنوا عن أهداف أخرى، قالوا القضاء على حماس والقضاء على المقاومة، لكن ما بين السطور ومن قرأ هذا المشروع كان مكتوب فيه وبشكل واضح أن أهم الأهداف الاستراتيجية التي يمكن أن تحقق في هذه الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو التهجير. وبالتالي نعم نحن نتعامل بجدية مطلقة مع أي فعل ممكن أن يساهم في هذا العدوان وهذا الحرب الإبادة الجماعية. التهجير القسري هو جزء من حرب الإبادة والتطهير العرقي. كيف السيد عبد الفتاح التهجير؟ ألا تعتقد بأن أغلق تماما باب الحديث عن التهجير لسيناء المصرية مثلا؟
يعني هو أغلق لأن نحن لدينا موقف فلسطيني واضح وصلب، ولا يمكن أن نقبل بهجرة جديدة، وأن الشعب الفلسطيني لن يكرر مأساة النكبة، وأن الشعب الفلسطيني صامد ويموت في أرضه ولا يرحل، إضافة إلى أن هناك موقفا مصريا حازما تجاه تهجير الشعب الفلسطيني والاعتداء على أراضي سيناء المصرية التي هي جزء من السيادة المصرية والأمن القومي المصري. لكن تفكير الاحتلال في الجنوب، الآن كل شعبنا الفلسطيني مكدس في الجنوب، ما الذي قد يحصل إن كانت هناك مجزرة أو ثنتين أو ثلاث مجازر دامية؟ ألن يبحث الشعب الفلسطيني لربما عن أي مكان للهرب من الجريمة ومن المجزرة؟ هكذا أعتقد يفكر الاحتلال، حتى يقول لمصر أنتم تغلقون الأبواب في وجه من يلجؤون إليكم طلبا للحماية طلبا للمأوى. وهذه كانت مخاوف ولا تزال مخاوف، وهم يتحدثون قبل يومين أيضا تحدثوا فيما يتعلق بالسيطرة على محور فيلادلفيا. محور فيلادلفيا يعني إبعاد السيطرة المصرية عن الحدود الرابعة بعد أن سيطروا على الثلاث حدود وأقاموا مناطق عازلة، بقي هذا الحد الرابع، وبالتالي سيكون بإمكانهم فعل كل شيء، التهجير، الإغلاق، غير ذلك، إعادة الاحتلال بشكل أو بآخر. فالمشروع لا زال ماثلا، والحديث في هكذا لجنة تعمل على تهجير الشعب الفلسطيني والبحث أي الدول ستستقبلهم، أيضا هذا منسجم مع مشروع التهجير القسري، ولذلك نحن نخشى لأن المخطط لا يزال ماثلا، وهم أعلنوا أن المعركة معركة وجود، معركة وجود يعني طرد الشعب الفلسطيني وإعادة الاحتلال وإعادة مشروع ما يسمونه بإسرائيل الكبرى، أي السيطرة على كل المنطقة والضم والتهجير والقتل. في سؤال الأخير سيد عبد الفتاح، الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن اسم مطروح لإدارة القطاع، إدارة شؤون القطاع بعد الحرب بالتأكيد، ورئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض الذي تولى رئاسة الحكومة في 2007 إلى غاية 2013، وسموتريتش يرفض هذا الأمر ويقول لن تعود الأمور إلى سابق عهدها. موقفكم من هذا الاسم المتداول؟ بعيدا عن الاسم الذي ذكرت، لا يمكن أن نقبل أن يفرض على الشعب الفلسطيني كائنا من كان، لا يمكن، لن نقبل أن يأتي أحد على دبابة إسرائيلية، ولا يمكن أن نقبل المنطق الإسرائيلي ولا حتى المنطق الأمريكي. فلسطين تحكم بإرادة فلسطينية وتدار بإرادة فلسطينية، ثم أننا الآن نبحث كيف نحمي ما تبقى من القطاع، هل بقي شيء في القطاع؟ هل طرح هذا الاسم سابقا؟ هل سمعت هذا الاسم المتداول سابقا؟ لا لم أسمع، ولا وسلام فياض يعني هو بعيد، و مع احترامنا لهذا الاسم هو كان رئيس للوزراء وقام بدوره، وهو اليوم لا أعرف أين هو، لربما وضعه الصحي لا يسمح أن يكون جزء من أي عمل، لكن سلام فياض نحترمه ونقدره، لكن لا يمكن أن نقبل بأي اسم أو أي شخص يأتي من خلالهم، ولا يمكن لسلام فياض أن يأتي من خلال لا الإسرائيليين ولا الأمريكان. بعيدا عن الاسم أنا أتحدث، يعني المبدأ لا يمكن أن نقبل إلا بإرادة فلسطينية، نحن نتفق فلسطينيا بالطريقة التي نراها مناسبة، نختار من يحكم ومن يدير ومن يكون على رأس قيادة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس. شكرا، كنت معنا مسؤول الإعلام والتعبئة في مفوضية حركة فتح السيد عبد الفتاح دولة، شكرا لك.